مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا الى نشرة الواحدة، وهذه ابرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد. وضمن اهم القرارات، تكفل الدولة بتأمين خاص لجميع الاطباء ومستخدمي الصحة العمومية، واجراءات للحد من تفشي وباء كوفيد-19 عبر الولايات المتضررة. توزيع أقنعة واقية على مواطني تيزي وزو ضمن الجهود الوطنية في مواجهة الوباء. وفي النشرة صورة صحفية لسائق سيارة إسعاف من الصفوف الأولى. استثمار خاص لإنجاز مسرح وفضاء للموسيقى دعما للثقافة بوهران. وأنامل شباب بشار تبدع في تحويل جدران السوق المغطاة إلى لوحات فنية. مخطوطات نفيسة لعلماء أجلاء للزاوية الكونتية والكرزازية بأضرار. ومدرسة قرآنية بسيدي عيسى تواصل رسالتها في تلقين القرآن الكريم عن بعد. أهلا بكم مجددا. بداية، ترأس أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد على ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 في عدد من ولايات الجمهورية. وشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والصناعة الصيدلانية، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية لكل من الجزائر، وهران، بسكرة، سطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة. وبعد الاستماع إلى عروض الولاة الخمسة ومناقشتها، تقررت الإجراءات التالية للإبقاء على الوضع تحت السيطرة. تكفل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء. الترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19 لتخفيف الضغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات. إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في المساعدة على تأطير المواطنين وكشف الحقائق. منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى. تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية. منع حركة المرور من وإلى وبين الولايات 29 لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الجمعة، وهي ولايات بومرداس، سوقهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنا، البويرة، غيليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، شلف، سيدي بلعباس، لمدية، البليدة، برج بعرريج، تيبازا، ورقلة، بشار، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أضرار، الأغواط والوادي. ويشمل المنع كذلك السيارات الخاصة. منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من اليوم الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات 29 المتضررة. تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم. تسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وللحد من انتشار الفيروس تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة مواطني ولاية ورقلة بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى كل بلديات الولاية من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا لمدة 15 يوما، وذلك ابتداء من نهار غد السبت 11 جويلية 2020. للإشارة فإنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات. وبولاية تيبازا أيضا تم إقرار حجر منزلي جزئي على مستوى 10 بلديات من الساعة 1 زوالا وإلى غاية الساعة 5 صباحا، وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، حيث يشمل هذا الإجراء والبلديات الآتية: تيبازا، الناظور، عين تاغوريت، القليعة، حطاطبة، مراد، حجوت، خميستي، بورقيقة، بوسماعيل. للإشارة فإنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات. وفي آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا، سجلت أمس 460 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17808 حالات مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 12637 حالة، من بينها 308 حالات تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 10 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 988 حالة رحمهم الله. ولتعزيز تدابير الوقاية من كوفيد-19، تسعى السلطات المحلية بولاية تيزي وزو على غرار باقي ولايات الوطن، تسعى إلى تنظيم حملات لتوزيع الأقنعة الواقية وتكثيف عملية التحسيس. علي سليمانية. بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا، عملية توزيع الأقنعة الواقية على المواطنين متواصلة. نخدم جافيل لالكون هيدرالكوليك، نختار سي لا سوبيريت لا دي ديسونسيون ان متر، ولاش هذيك شمل العاف بيا لا بافيتر داخل، لازم واحد يعص روحو ويدي سيرتو لي بافيت هذو بور بروتيجي اللهم لا فامي تاعو. شوي كيني يفرق لك لي بافيت الغاشيون باسكو سي فريمون اون اكسيون امبورتونت فريمون يعطيهم صحة. العملية شملت عدة نقاط على مستوى مدينة تيزي وزو، إذ نقوم حاليا بتوزيع أكثر من 7000 يعني قناع واقي ضد هذا المرض، فيه استجابة من المواطنين، ربما كاين بعض المواطنين اللي ما وصلتهمش، لكن اليوم على مستوى هذه الولاية فيه وحدات اقتصادية من سواء عمومية ولا خاصة ولا حتى يعني لا شامب دو كوميرس لاندستري، يعني الان حاليا راهم يصنعوا مثل هذه الاقنعه الواقيه، وبامكان المواطن طبعا ان يشتريها بثمن يعني في متناول الجميع. ليبقى الفاعل الاساسي في معادله القضاء على جائحه كورونا هو وعي المواطن. وخدمة المواطن وحمايته وما تنشده فرق أعوان الحماية المدنية في ظل جائحة كورونا باحترافية ومهنية عالية، والعينة في النشرة مع سائق سيارة إسعاف لإحدى الفرق المكلفة بالتصدي للوباء. فوزية تاج. أن تكون ضمن فريق يواجه فيروس يتسلل من شخص إلى شخص وهو لا يرى بالعين المجردة، والفريق نفسه هو في الطالعة لمواجهته، أمر صعب. أنيس سائق سيارة إسعاف بالحماية المدنية بالدار البيضاء يروي يوميته في إسعاف المرضى منذ بداية الجائحة. لا بريمير انترفونسيون سيتي غير لهنايا في لي باتيمون لي اون فاس، السيد كان يسعل كدايا ما قدرناش ولحقنا نمسيو، مي اوروزمون كان يمشي صافا، هضرنا معه عطينا له بافات، عطينا له اون بير دو غون، فتحنا له لومبيلونس، قدر يطلع لداخل لومبيلونس، عندنا اون شومبر لداخل سبيسيال بور لو كوفيد،
وتنقلنا به المستشفى سيتي لا بروميير انترفونسيون. بعد بور لا سويت ولات عندنا اون بتيت اكسبيريونس، ما عندنا ارتباك بصح نقارديوه داخلي، لازم هذاك الضحيه ما تشوفش الارتباك ديالك هكذا باش ديروا باش هو تكون عنده ثقه فيك. أنيس نموذج للمهنية والاحترافية لأعوان الحماية المدنية باختلاف رتبهم، أما إنسانيا يكفي أنهم يبتسمون ظاهريا والخوف يسكنهم باطنيا لراحة المريضة. سما كي تقول صباح ربي راه واجد أنه يوم عنده لي كا كورونا سوسبيغ تكون كورونا يعني إيجابية. الحمد لله الفيكتيف تاعنا ولا منضبط في هذا الشيء يخدم الاز لي شوز دو ما دو كونتاميناسيون كاع اي في تي. ان شاء الله الناس توعى او ماكسيموم باسكو الموت راهم كاينين ولي كراهم كاينين، وان شاء الله ربي يرفد علينا هذا المرض. ونحن بدورنا التزامنا بالاجراءات الوقائيه هو احترام منا لهم ولمهنتهم الشريفه. تنمويا استفاد سكان منطقة العمورات بتيارت والمصنفة ضمن مناطق الظل، استفادت من إعانات للسكن الريفي بالإضافة إلى تسجيل عدة مشاريع في قطاعات حيوية. هشام بوميدة. العمورات إحدى مناطق الظل بدائرة الحمادية بتيارت، استفادت من تخصيص إعانات لخمسين سكن ريفي قيد الإنجاز، مع ترميم وإعادة الاعتبار لمدرسة المنطقة وأشغالها تقارب 90% من الإنجاز. عطاونا تجمع ريفي، بصح المشكل ورا، مشكل الناس كاع فقراء وما عندهاش لا شهر لا خدمة لا والو. 70 مليون هذه التجمع اللي عطاوها لنا 70 مليون ما تكفيش. جابوا صح سكنات، عطاوهم 70 مليون بصح ما كفيتهمش. عندي تجمع ريفي تاع 50 تجمع ريفي، رانا في منطقة الظل سجلنا له الإنارة والمبلغ تاعها راه من ميزانية البلدية. عندنا كذلك الطريق، يعني هو كان مسلك يعني تاع الطريق تاع العمورات، هو يعني طريق يعني في فصل الشتاء يعانوا السكان تاع العمورات. احنا رانا درنا لهذاك الطريق راه فيه المبلغ نتاعو فيه مليار و500، ثاني راه الغلاف ثاني من ميزانية البلدية. كنا سجلنا المطعم تاع المدرسة لأنها مدرسة في منطقة نائية، كنا المطعم هذا رانا قمنا بالترميم والأشغال راهي متواجدة. مشاريع تنموية أخرى منتظرة بهذه المنطقة مستقبلا، مربوطة في أغلبها بإتمام السكان لإنجاز سكناتهم قصد الشروع في أشغال تهيئة المحيط. وفي إطار تهيئة المحيط العمراني، استفاد سكان المناطق النائية بولاية ورقلة من الربط بشبكة الهاتف الثابت والتدفق العالي للإنترنت. نيلة حليفة. فك العزلة عن المناطق النائية وربطها بشبكة الاتصالات والهاتف الثابت أمر مهم جدا، وعليه فقد استفاد سكان منطقتي حاسميلود وعوينة موسى بولاية ورقلة من الربط بالشبكة العنكبوتية وبتدفق عال جدا. المنطقة تفتقر جدا جدا هذه الوسيلة هذه أو وسيلة الاتصال هذه، وإن شاء الله نتمنى الزيارة تاعكم هذه تأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله، والمنطقة إن شاء الله تفك العزلة تاعها. في إطار تغطية جميع مناطق الظل، قامت اتصالات الجزائر ورقلة بإنجاز عدة شبكات هاتفية ذات التدفق العالي التي تسمح بالسكان هذه المناطق بالولوج إلى عالم الإنترنت. وما زال البرنامج مسطرا لربط كل المناطق النائية الموجودة بالألياف البصرية وتغطيتها 100%. من خلال السداسي الأخير هذا راح إن شاء الله بصفة يعني نهائية راح نقضوا عليها إن شاء الله كل المناطق نظل نوصلوا لها يعني نربطوها بشبكات الألياف البصرية ونروجوا لها الخدمتين هذه الإنترنت والهاتف الثابت إن شاء الله. الهدف تاعنا إن شاء الله في المستقبل هو تحسين نوعية الخدمة فيما يخص اتصالات الجزائر، وذلك بالمرور إلى تقنية الألياف البصرية مباشرة إلى المنازل وتحسين الخدمات. إن تسهيل الحركة الاتصالية للمناطق المعزولة ينهي بذلك عزلتها ويدخلها عالم الاتصال من أوسع أبوابه. شهدت ولاية عين دفلة خلال هذا الأسبوع حرائق أتت على أكثر من 58 هكتارا من الثروة الغابية، حيث سخرت مديرية الحماية المدنية للولاية مدعومة بمصالح الغابات كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذه الحرائق. خليل تواتي. نحن هنا متواجدون بغابة جبل الدوي، أحد بؤر الحرائق التي شهدتها ولاية عين الدفلة خلال هذا الأسبوع.
حرائق أتت على أكثر من 58 هكتار من الثروة الغابية. جهود الحماية المدنية مدعومة بعناصر من مصالح الغابات ما زالت متواصلة لإخمادها ومنع انتشارها. بدأنا على مستوى بلدية الماين وين سجلنا زوج حرائق يوم الثلاثاء والأربعاء الأول على مستوى غابة الجواهرية، وين تم تسجيل خسائر مادية تقدر ب 41 هكتار، وأيضا البارحة على مستوى غابة بني بدوان، واستمرت العملية إلى اليوم صباحا، وكانت الخسائر المسجلة تقدر ب7 هكتارات. سلسلة الحرائق التي نشبت يعد العامل البشري أهم أسبابها. هذه الحرائق مست يعني من البداية لهنا راهي مست أكثر من 58 هكتار، واللي زادت بزاف المساحة هي الحرائق تاع الماين وسجلنا. لما ترجعوا الأسباب يعني؟ رجعوا العنصر البشري. هذا العنصر البشري هو اللي راه يدير في الحرائق. ويد إجرامية هذه راهي شوف راهي خسارة كبيرة تاع ثروة غابية، خسارة كبيرة تاع حيوانات، وخسارة كبيرة تاع لي سورس دو يسرع انديساشمو تاع الماء. يبقى التحلي بالسلوكات المسؤولة من قبل المواطنين، خاصة التبليغ الفوري على الحرائق السبيل الأنجع للقضاء عليها بصفة فورية. تمكن أفراد فرقة الغطس للحماية المدنية لولاية سكيكدا من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 15 سنة غرق ببركة مائية بمنطقة لغديرة بدائرة عين قشرة، حيث سخرت الحماية المدنية منذ تلقيها نداء الاستغاثة 11 غطاسا عثروا على الضحية في حدود 8:30 صباحا. هدوى تجدد الحماية المدنية نداءاتها وتحذيراتها من خطر السباحة في الأماكن الممنوعة كالبرك والسدود. رحم الله الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. تمكن عناصر الأمن الوطني بتوغورت من وضع حد لعصابة تتاجر بالحبوب المهلوسة تتكون من 3 أشخاص بينهم امرأة، حيث تم حجز أزيد من 8358 كبسولة من مختلف الأنواع. دوليا حذرت الأمم المتحدة من أن جائحة كوفيد-19 قد تدفع 45 مليونا من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي من المصنفين حاليا في طبقات اجتماعية متوسطة قد تدفعهم إلى خط الفقر. هذا وصرح الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريز أنه في سياق المساواة القائمة وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية وتفكك الخدمات الصحية تبقى الشعوب الأكثر ضعفا هم الأكثر ضررا من هذا الوباء. للإشارة، فقد أصبحت أمريكا اللاتينية والكاريبي بؤرة كبرى للوباء بتخطيها عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، نصفها الأكبر في البرازيل. عودة إلى الوطن، ما من شك في أن الاهتمام بالثقافة مؤشر لحضارة أي بلد، والأجمل من ذلك أن تلقى الاهتمام والدعم من قبل المستثمرين، كما هو الحال مع أحدهم بولاية وهران والذي فكر في إنجاز مسرح خاص ومدرسة للموسيقى. التفاصيل مع سيف الدين بن زرزة. هذه البناية المتواجدة بحي إيستو بوهران ليست فندقا سياحيا ولا مركزا تجاريا، بل هو صرح ثقافي من إنجاز مستثمر خاص لا طالما راودته فكرة استثمار أمواله في إنشاء مسرح يكون متنفسا لهواة الفن الرابع. هذا المسرح جاء نتاجا لإرادتنا المتمثلة في فتح المجال للشباب المبدع انطلاقا من المقومات الثقافية التي تسخر بها الباهية وهران. الأشغال لا تزال متواصلة بهذا المشروع الذي يتربع على مساحة قدرها 350 متر مربع، حيث يرتقب افتتاحه مع بداية سبتمبر المقبل. هذا المشروع رانا في حوالي 3 شهور حنا نخدموا عليه، لاكاباسيتي داكوي تاعه 100 مقعد، ورانا حوالي في 60% من تقدم المشروع. وبنفس البناية يعكف صاحب المشروع على إنشاء مدرسة للموسيقى، حيث يعول من خلال هذا الصرح على إعطاء نفس ثقافي جديد لمدينة وهران في مبادرة تستحق التثمين والتشجيع. مبادرة فنية أخرى تستحق الإشادة والتثمين بادر بها شباب من ولاية بشار والذين تحركت أناملهم على جداريات المدينة، فأبدعت لوحات غاية في الروعة والجمال تسر الناظرين وتبعث على التفاؤل والأمل في زمن الكورونا. دنيا نوالي.
التعبير عن حب الوطن يأخذ عدة أشكال ويترجم بعدة سلوكات وتصرفات، منها مبادرة قام بها مجموعة شباب غيور على ولاية بشار، وضعوا اليد في اليد لرسم لوحة فنية وسط المدينة تسر الناظرين. بالنسبة للعمل قمت به في ظرف قياسي بمفردي لمدة يومين، قمت بكامل هذا العمل، الحمد لله ربي وفقني. بهذا العمل صنعنا على الأقل نقدر نقول شمعة من أمل. الحمد لله الناس كما نقولوا فرحوا بالعمل هذا، أعطيناهم شرعة أمل كما نقولوا كانت تحتاجها. اللوحة الفنية بعثت في روح المواطنين طاقة إيجابية كانوا بحاجة لها في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، ومن جهة أخرى تدعو إلى الاقتداء بمثل هذه المبادرات الشبانية. الواجهة نتاع مرشي كوفير راها فرحتنا بزاف، نظرة ونقاوة وإن شاء الله فيها أمل للداخل تتنظف الأمور ويتنظف المجتمع. وصافي بليزير كي نشوف هاد لي جوني بنترو، وهادو ناس ما شاء الله وراك تعرف عنده اللي العام يعرفوا يخدموا، وماشي غير هنا راهو بارتو، راهو كان بيدان وكان في كاع يجعلوا في كاع الاحياء تاع بشار يكونوا من هاد الناس. يعني رحنا قلنا للشعب ها هي راهي في يدك، حافظ عليها، تعبنا شقينا ماشي خساره، هذا الواجب نتاعنا والوطن نتاعنا وهذا الشعب نتاعنا. يا جزائر أعطيناك عهدا على أن نبقى صامدون عازمون وللعمل الخير واصلون. والاهتمام بالتراث أيضا يمنح طاقة إيجابية لضميرنا الجمعي، ففي أضرار كباقي ربوع الوطن مخطوطات نفيسة لعلماء أجلاء تركوا علما وفقها من أمثال الشيخ أحمد بن موسى الكرزازي، بالإضافة إلى كتب قيمة تعود إلى الطريقة الكونتية. وهبة مزوج. بهذا الصندوق القديم توجد أعرق مخطوطات الطريقة الكونتية القادرية التي تمتد من الجنوب الجزائري إلى دول الساحل. هذا مؤلفه الشيخ أحمد بابا التيمبوكتي، عنده الآن نحو من 6 قرون، شارح الكافية لابن مالك الأندلسي في النحو مثلا. هذا كتاب مثلا السلوانات للشيخ منقول للشيخ سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكبير الكونتي ناغلول، واحد وتلامذته الشيخ سيدي محمد. هذا الكتاب كله أغلبيته 99 بخط الشيخ سيدي محمد بن بادي بن باي، فيه تأليف للشيخ سيدي محمد، تأليف للشيخ سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار من أعلام الطريقة الكونتية. مخطوطات أخرى تجسد الطريقة الكرزازية الصوفية لمؤسسها الشيخ أحمد بن موسى الكرزازي. سيدي عبد الرحمن رحمه الله تعالى أخذ العلم على الشيخ مختار الكونتي في الزواد. هذه الخزانة فيها مصحف كما ذكرنا مخطوط بخط محمد الكرزازي، وبها كذلك نوازل فقهية، وبها كتب تتكلم حول الخطابة، ومن جملة هذه الكتب خطب الإمام أبو زكريا الأنصاري. هو التراث الجزائري الأصيل الضارب في عمق التاريخ. ومن عمق تاريخ الأجداد إلى حاضر الأحفاد الذين درجوهم أيضا على هذا السبيل في حفظ كلام الله ولم تثنهم في ذلك الظروف والأزمات، صورة عن هذه العزيمة مع ناشئة سيدي عيسى بولاية المسيلة محمد أبي إسماعيل. الإمام عمر بن قسمية لم تمنعه جائحة وباء كورونا من مزاولة عمله اليومي، وككل يوم من مقر المدرسة القرآنية يتابع حفظ طلبة واستظهارهم للقرآن من بيوتهم. أردنا أن لا ينقطعوا عن القرآن الكريم، وأن لا ينسوا محفوظهم، وأن يبقوا متواصلين مع معلميهم ومعلماتهم حتى يحافظوا على ما حفظوا ويواصلوا محفوظهم ويواصلوا حفظهم القرآن الكريم. استعمال منصات التواصل الاجتماعي للتواصل بين الطالب ضيف محمد وأستاذه للمضي قدما في حفظ كتاب الله، خاصة بعد توقف الدراسة. هذا القرآن الدين الذي يعقل
نتواصل مع شيوخنا لنلقي عليهم حفظنا ولكي لا يبقى الانقطاع بسبب فيروس كورونا. كل العائلة وخاصة الأم نعودها عدة مرات، الأم كانت حريصة جدا على حفظ القرآن للأبناء، وكذلك بدورها هي نفسها حفظت القرآن معه. التأقلم مع الوضع واستغلال التكنولوجيا إيجابيا مع المتابعة اليومية للوالدين كفيل بضمان نشئة تصنع مستقبل الجزائر. ختام النشر إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد. وضمن أهم القرارات تكفل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية، وإجراءات للحد من تفشي وباء كوفيد-19 عبر الولايات المتضررة. توزيع أقنعة واقية على مواطني تيزي وزو ضمن الجهود الوطنية في مواجهة الوباء. وفي النشرة تابعنا صورة صحفية لسائق سيارة إسعاف من الصفوف الأولى. استثمار خاص لإنجاز مسرح وفضاء للموسيقى دعما للثقافة بوهران. وأنامل شباب بشار تبدع في تحويل جدران سوق المغطاة إلى لوحات فنية. مخطوطات نفيسة لعلماء جلال الزاوية الكونتية والكرزازية بأضرار. ومدرسة قرآنية بسيدي عيسى تواصل رسالتها في تلقين القرآن الكريم عن بعد. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم.